يقول الشاعر ابن فطيس المري: البارحة قلت أطلب الله وصليت واحترت وش أقول له، لا طلبته عندي عيال وعافية وأمتلك بيت والخير واجد واستحيت وحمدته. حقيقة فهد الشاعر فهد الماصي الشمري ما عجبوه البيت ابن فطيس ورد عليه وقال: صليت يا ابن فطيس لكنك أخطيت، والناس تنقد كل شيء ذكرته، المال والدنيا والأمجاد والصيت، من فضل ربك كل شيء وجدت، ليتك طلبته الجنة، ليتك طلبت الجنة اللي تناسيت، أبرك من اللي بالقصيدة سردته. وصح من هذا كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: علمني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قال: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. حديث صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة.